بعد انتصاراتكم في أفغانستان، هذه الانتصارات المتوالية، بعض الشباب العرب ربما بدأ يفكر بالهجرة إلى أفغانستان، ماذا تقول لهم وأختم معك؟ نحن نصيحتنا لجميع المسلمين ولجميع الشباب بأن يهتموا بأمورهم وببلدانهم وبشعوبهم، لأنكم تعرفون أن شرعيا من ناحية شرعية أيضا ومن ناحية عقلية وأصولية، بأن من يريد أن يخدم ويستطيع أن يخدم في أرض أو في جغرافيا هو يعرف هذه الجغرافيا ويعرف تقاليد الشعب ويعرف أعراف الشعب ويستطيع أن يخدمهم. ولذلك لعلكم أيضا ورد في سورة إبراهيم الجزء 13: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا الدعوة دعوة الشعوب، هذا يكون من أهل البلد ومن أهل الشعوب، فإذا كان الهدف خدمة الشعب فلكل واحد هناك فرصة لأن يخدم شعبه وأن يخدم بلده، وهو يستطيع هذا أن يخدم هذه الخدمة بطريقة أفضل وأحسن مما يكون في بلد آخر أو في منطقة أخرى، لأن هناك لا يعرف لا لغة الشعب ولا يعرف تقاليد الشعب ولا يعرف طريقة العيش ولا يكون لا يعرف جغرافيا الشعب، فتكون هناك عنده مشاكل. لذلك هذا غير وارد، فعليهم جميعا أن يكونوا في بلدانهم وفي شعوبهم وأن يخدموا شعوبهم وبلدانهم وأهاليهم.